احنا برضو من ضمن العادات والتقاليد المغربيه لازم الست تعمل حلويات في البيت. اوكي دلوقتي عشان بس زي ما قلتي الدنيا بقت في يعني سرعه وفي حاجات كتيره قوي وفي ستريس وكل حاجه، بس والله انا بالنسبه لي برضو هنا في مصر يعني انا السنه دي ما عملتش صراحه حلويات كتيره في البيت. وحتى بنتي قالت لي ماما من السنه اللي فاتت، قالت لي ماما تعالي نعمل حلويات، ولا بصي خلاص تعبت ومش قادره. بس والله بتحسي في دفء اسري طبعا، في حاجه جميله حتى لو تعبتي، بس في حاجه جميله بتحسيها حلوه. خصوصا كحك العيد، جو كحك لما العيد لما تقعدي تعملي كحك العيد كده في الاجواء دي. يعني انا هقول لك، انا لما عملت كحك العيد قبليها مثلا كام يوم اضطريت افتح اليوتيوب باغاني العيد. العيد الكحك برضه موجود في فلسطين، تفرح وتشوق تسمع الاغاني. اتفضلي يا رب. موجود في فلسطين الكحك والبسكويت وكده زي هنا طبعا، حاجه بقى مش قادره اقول لك يعني. بس طبعا هو بطريقه ثانيه خالص مختلف. يعني احنا عندنا كل استعمالات الحلويات تقريبا بدقيق السميد، سميد البسبوسه احلى حاجه. يعني الكحك بنعمله بدقيق البسبوسه مش بدقيق العادي، فبيبقى ليه طعم ومذاق مختلف مع شويه بقى منكهات كده. يعني بتبقى بتدي لا مش فانيليا، هي منكهات كده غريبه كده اسمها خلطه كده ينسون وشمر ومش عارف ايه، فبتدي ريحه وحاجات جميله. انما ده يا جاسمين اتفضلي يا سعاد ذوقوا بقى المغربي الاول وبعدين. لا بصي في طريقه صب معينه كده للشاي. ليه بقى؟ ايه السر ان هو احنا بنعمل كده في العرق الصراحه؟ دي اسمها كشكوشه. كشكوش كشكوشه دي اسمها كشكوشه. انا عايزه ادوق يا سعاد. دي كشكوشه لا بس السكر مظبوط ولا دي الكشكوشه لازم. احنا هنا 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 مثلا الشاي بيقول لك لا دي مش حلوه لل 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 لا احنا دي هي سر الاتاي. طب قولي لنا السر بقى، عايزين نعرف السر. رضوى انا هي دي دي بقى هي بقى بصي ده سر الكشكوشه. احنا بنعمل كده في العرق سوس يعني. أيوة في رمضان بس لازم فاكره. بس انا هقول لكم على مكونات الاتاي الاول. أوكي. تمام. مكوناته هي الشاي الاخضر. موجود هنا برضو في مصر عموما. بس انا شم نعناع كمان. لازم نعناع. بس الاتاي ده اللي هو الشاي الاخضر لازم يكون من اجود الانواع الاتاي اللي هو الشاي الاخضر. النعناع برضه نفس القصة، ايه يعني انا النعناع ده جاي من المغرب. بس بيكون نعناع فريش طازة ولا فريش مجفف؟ في ريقة فريش. وفي احنا عندنا انواع كتيرة من النعناع، مكناسي وتماريس يعني انواع. وفي الخلطة. طب حطي الرضوى عشان تقدري. انا صايمة النهاردة فانا يعني ما اعرفش اشرب لها حاجات حلوة. ربنا يتقبل. معلش يا رضوى حبيبتي ان شاء الله المرة الجاية اني هيفوتني الحاجات الحلوة دي بجد. معلش اتفضلي. ميرسي ميرسي يا رضوى. يا ريحته تجنن. هو ريحه النعناع اخضر ونعناع وايه تاني؟ هو الشاي، هو الشاي الاول بتعمل كده بتحطيه بتغلي ميه، لازم تكون ميه مغليه قوي قوي يعني مغليه. بعد كده بتحطي مثلا معلقه الاتاي ده الشاي الاخضر ده، معلقه منه على حسب تقله او مثلا خفيف ولا تقيل. بعد كده يعني تحطي برده عليه ميه سخنه. حلو قوي. وشويه كده تشطفي شويه كده وتحطي. احنا بالنسبه لنا هو برده الاتاي بيختلف من كل عاده كل منطقه. انا دي لما كبها بحط بسيبها برده في الكوبايه ما برميهاش. ممكن اعمل برده مره ثانيه نفس الحاجه، احط ميه مغليه واحطها ثاني في كوبايه واحتفظ بيها. اقوم جايبه النعناع انواع على حسب كل الناس وكل انواع انا بتحبها. واغسلها اكيد واعوم. انا بتفركيها شويه في ايدك كده عشان تطلع الريحه. بس في حاجه يا سعاد تقريبا غطا سفين كده بيبقى مطرز بتطريز تحته. انا ليا اصحاب يعني مغربيين شفتها قبل كده بيغطوا البراد فيها من فوق. ما كنت قريبها. بتبقى حاجه كده مطرزه زي دي. ده من زمان جدا زي دي زمان. انا عن يعني عند جدتي كان برضو زي كده، كانه زي طربوش او بنيته كده بتتحط على الجنب عشان تخلي عشان الحلو الشاي يفضل سخنيته يا رب. والروايح والزيوت اللي فايده كمان مش بس تفضل يمتصها الشاي. عارفه كده لو في مثلا لو في حاجه يعني عارفه بتبقى كده متغطيه حتى لعلمك حتى العيش وعندنا كل حاجه لازم حاجات متطرزه. ما هي من ضمنها الحاجات دي. الله. حاجات دي متطرزه لازم التطريز والحاجات اليدويه ما بتحطهاش البيت ابدا. عارفه جميله تلاقيها كده. وفاء لازم تقول لنا بقى الحاجتين اللي انت عاملاهم هنا دول ايه المكونات بتاعتهم؟ طبعا يا جاسمين بصي هي اللي فيها جوز هند. أيوة. دي اسمها نموره، دي اكله شعبيه فلسطينيه يعني. نموره نموره. مكوناتها دي بقى النموره دي بس للأمورة اللي زيك يعني. يعني بصي دي عبارة برضو عن سميد البسبوسة يعني شبيهة شوية للهريسة بس بتتحشي من جوه قرفة
يعني قد ما تقدري قرفه كتير قوي 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 ولوز، فبتبقى بالقرفه واللوز وسمير البسبوسه. تحبي اوكي انا بقى ايه واللي انا هضيفكم. ميرسي ليكي يا حبيبتي. انا هاخد اللي جنبيه دوقها. طبعا لازم تدوقيها. طب طبق وشوكه هجيب. حاضر حاضر. معلش نجيب طبق. انا فايتني الحاجات الجميله دي. احنا بنقول عنها في المغرب ده يعني الحاجات الجميله دي تيجي لغايه عندك يا رب. قوي قوي. اتفضلي. لا رضوى انت هتاخدي نصيبك وحقك مع اه لازم بقى. وانت بتفطري تدعي لنا بقى كلنا. انا هحط لك كمان واحده من دي. حط لها المنديل بقى عشان ايه. طب الثانيه دي بقى الثانيه ايه بقى؟ الثانيه دي اسمها حلبه. أو حلبة. يعني احنا عندنا بنقول عليها حلبة بضم الحاء. تسلم ايديك. اتفضلوا. دي بتبقى بالحلبة المتعارف عليها يعني؟ بالحلبة المتعارف عليها. جميل. برضه بدقيق البسبوسة بتتعجن الحلبة نفسها عشان كمان ما تبقاش عاملة ريحة جامدة. بتتحمص شوية وبيتحط لها وهي بتتغلي نعناع. حلوة قوي. وبتتعجن السميد البسبوسه بيتعجن بيها. بجد. والبذور بتاعه الحلبه برده بتتحط معاها. فانت هتدقيها هتلاقي فيها جوه بذور. بذور مش بسبوسه سوري، بذور حلبه. انا افتكرتها سمسم. كله طبيعي على فكره. حلو قوي قوي. كله يعني طبيعي طبعا. تسلم ايديك. اسعدتونا بالحاجات الجميله وبالطقوس الجميله اللي حكيتوها. معلش وجوعناك يا رضوى. معلش معلش. هتاخديها معاكي المره الجايه ان شاء الله. ده ملك كله ان شاء الله. هاي حاجات جميله.